بعض الكتل السياسيه اكررها البعض اشترطت، يعني حتى من طلع رئيس، حتى لو كان رئيس وزراء مستقل ما عنده مشكله، لكن اشترطت المحاصصه في مبداها بالبدايه بالوزاره، هاي لك وزارتي وزارتك، انتهى على الاتفاق. ويمكن يكون هو هذا السبب الكبير، العفو كما تفضل استاذي، يمكن هذا يكون السبب الكبير وراء التلكؤ، صعوبه اختيار مرشح لرئاسه الوزراء بالشروط اللي تطالب بها الكتل السياسيه. مو هنا يبرز دور رئيس الجمهوريه، ايش راح يسوي برايك؟ رئيس الجمهوريه راح يلجا الى الخيار اللي بيده، وهو راح يكلف شخصيه. والكتل ترضى؟ ترضى ما ترضى، احنا قايمين على التوافق من اختلقنا، احنا ترى حتى كتله اكبر ما يعني خدعه. وحتى تفسير محكمه الاتحاد يقول الكتله النيابيه اللي بعد الانتخابات، يعني يتصور رئيس وزراء اللي يتعين بعد الانتخابات.